إذن الآن مباراة جديدة، مباراة جديدة، وكأن الوحدات يعني ينقص غيابات، وكأن الوحدات ينقص صعوبات ومشاكل. لا في لاعبين بالدكة ولا في يعني حدا يعوض عودة زعترة، وزعترة يبدو أصيب. زعترة قدم مجهود كبير في اللقطة الماضية، بالتأكيد الإعادة راح تبينها. شوف شوف زعترة شو عمل في اللقطة الماضية، شعر من اللاعب منفرد، يعني قام بحركة أعتقد تفوق جاهزيته البدنية. حتى لو جاهز والله اللقطة اللي سواها زعترة صعبة، صعبة جدا. يعني الآن الوحدات ممكن يصير بتسع لاعبين بعد طرد شوكة وإصابة زعترة، والدكة ما فيها، الدكة ما فيها، ما فيها حدا، يعني مش مش ما فيها خيارات، ما فيها حدا. يعني الوحدات بدأ المباراة بالدكة بأربعة لاعبين، بدل محمود زعترة ظل ثلاث، أكيد منهم يعني واحد حارس مرمى، يبقى بوجبا. ما بعرف إذا بيقدر يكمل التبديلات، وأساسا داركو ركنية الآن لمصلحة الأهلي، وكل شيء مهيأ للأهلي للعودة بالمباراة، كل شيء مهيأ للأهلي للعودة بالمباراة بالعدد، بالزيادة العددية، بكذلك الصعوبات التي واجهها الوحدات. والآن تبديل محمد المشي، محمد المشى بديلا لمين؟ لا سعيدوف. المشى التبديل الثاني بعد الاول الاضطراري بالشوط الاول، الاوزبكي سعيدوف يغادر، ومحمد المشى الى الى ارضية الملعب. صعد والله زعتر، اعتقد انه يعني بده يواصل على حساب اصابه.